تنظيم محكم وحضور أسماء عالمية وزنة وتحطيم لأرقام قياسية، كل هذه الأشياء جعلت من ملتقى محمد السادس في دورته الثالثة محطة هي الثامنة من نوعها ضمن مسابقة الجائزة الكبرى العالمية للاتحاد الدولي لألعاب القوى. المغرب ارتقى الآن إلى مستوى عالمي من خلال هذا الملتقى الذي أصبح موعدا قارا لألعاب القوى على الصعيد الدولي، بل محطة بارزة ولامعة لا يضاهيه أي ملتقى على الصعيد الإفريقي والعربي، بل أصبح من الملتقيات شبيهة للملتقيات الجائزة الذهبية بالقارة الأوروبية. هناك مجموعة من المواصفات والمعايير الدولية التي يوفرها المغرب انسجاما مع ضفدع تحملات الاتحاد الدولي على مستوى عدد الأبطال، على مستوى نوعية الأبطال الأولمبيين وأبطال العالم، على مستوى المسابقات التقنية التي ارتفعت من 12 إلى 15 المسابقة. لم يخرج المغرب خاوي الوفاض من هذه الدورة، رغم المنافسة الشرسة للعدائين الأفارقة، فقد تمكن العداء المغربي عبد العاطي إيجيدر من الفوز باحتلاله الرتبة الأولى في مسافة 1500 متر، متقدما على مواطني أمين العلو بفضل السرعة النهائية، محققا 3:45، فيما حل العداء السعودي محمد شوين في الصف الثالث. لقيت يعني بعض العراقيل اللي هي كانت عامل الرياح وكذلك عامل ديال الارانب، يعني الارنب الثاني ما كانش يعني ما قادش السباق اللي كان يعني كان يمشيه، يعني كنت غادي تقريبا طيله الدورتين الاولى وانا غادي كنهضر معاه كان يعني كنقول له باش يزيد يتقدم شويه للامام، فهذا هو اللي كان يعني المشكل ديالي وكذلك الرياح، والحمد لله كنت غادي نلعب في حاجز 33 او الاقل تحت من حاجز 33 دقائق 30 والحمد لله. فيعني بالنسبه للمغرب ووسط البلاد وملتقيات بحال هذا، فالاهم هو الفوز في بلادك، والحمد لله انا رجعت الصداره ديالي كما فزت بحال هذا. ولدى الاناث فقد تمكنت العداء الواعده حليمه حشلاف من الدخول في الصف الاول في مسافه 800 متر بتوقيت 2:63، وهو رقم قياسي جديد للملتقى، متقدمه على حسناء بن حسي وصيفه بطله العالم مرتين وحاملت فضيه اولمبياد اثينا ونحاسيه بكين، وقد حلت الامريكيه ماجي فيسي في الصف الثالث. تنظن انني بالنسبه لي يعني اديت الواجب ديالي، يعني كنشارك يعني من بعد يعني من بعد هذه السنه اللي كنت مبليسي وما شاركتش بطوله داخل القاعه، فبديت استعدادات ديالي متاخره، شاركت في ملتقيات، فهذا الملتقى كيعتبر بحال الملتقيات، يعني كنمشي للملتقيات الكبرى وكندير المرتبه الثانيه او المرتبه الثالثه، فماشي عادي. أما المسابقة التقنية والمسافات القصيرة فقد كانت حكرا على الأوروبيين والأمريكيين الذين يمثلون القوى الضاربة في هذا النوع من المسابقات، وقد ظهر المتنافسون المغاربة بشكل باهت بالنظر لضعف التجربة. اختتمت الدورة الثالثة على إيقاع الموسيقى والغناء بحضور ملك الراي الجزائري الشاب خالد، الذي تفاعل معه الجمهور المغربي كثيرا ليتوج الملتقى بإطلاق الشهب الاصطناعية التي أضاءت سماء مركب الأمير مولاي عبد الله، ضاربة الموعد مع الجمهور المغربي في قادم الدورات.